قال جيب غدا سمك اليوم، ايش فيك؟ الله قام استناك بعد المرض يحط غدا، لا بك قام زين شوي شوي اللي بيصحي واحد عاد يصحي باسلوب من المطر جايك من الساعة جايك واقول ديش تعبان قام زين بقوم بس تكفى طلبتك تعب انت تطبخ انا تادي ما اقدر اطبخ تابي اقعد تسلم تابي ابي قصيده روقان تخليني اقوم من النوم وانا مزاجي عالي يا مرتضى يا رائش يا من اصاله ايه انت جودك كريم وكرم ما يوصف لا تعجز وصافي توصفه ايه الكرم تعجز وصافي توصفه ايه يا ابو الكرم استخر اعطاه ملح مثيلي ايه وبك دروب الطيب مشينا فيها صار الطيب جودك جودك يا كريم الكرامه ايه وبعطياك ماله اول وثاني ايه سلامتك يا رقاب ده انا والله يا عادل كنت بقوم ايه كنت بقوم ايه لكن بعد ما سمعت هالقصيده ذي والابيات المكسره ذي سكر باب سكر يا لا 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 خلاص بقوم خلاص بقوم خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا قلبي ان شاء الله ان شاء الله عشان تقوم تجي على مصر ان شاء الله ان شاء الله عاجل يا عادل ايش فيك عاجل يا عادل يا ولد رد جوال رجعنا ما فطرتوا انتوا اليوم فطار بس جينا بنتغدى قبل ساعه فطرين تمام افتح سلطه افتح كنت تقول انا فهمت تمام ولا سمك ليه؟ اي لا ده سمك له خلا عند عود السمك عطنا دقوس من ايش دقوس امسك الهمبرجر بدون بطاطس ابي دجاج بدون ايش دجاج برجر بدون بطاطس ابوم جبنه بوم يلا امسك هذا شطه بدون ايش يلا سم يلا سم نسينا البارد كبير سويب اللحم هذا غادي سمك ولا تسرع علي يا جبتك ويا نوري من اللي